MCX01 لفيوسا، ليش هو أفضل مايك للمبتدئين؟ في البداية اسمي مصطفى، صانع محتوى جديد على اليوتيوب. أتمنى إذا عجبك محتواي تنشر الفيديو وتخلي لايك واشتراك بالقناة. هذا الفيديو سجلته بالمايك، أنت اسمع واحكمه بنفسك. كصانع محتوى جديد على اليوتيوب مو شرط تبدي بمايك احترافي وغالي. اليوم الفيديو عن مايك للمبتدئين هو لفيوسا MCX01 من شركة فانتك. المحتويات العلبة راح يجي بها ميكروفون وستاند ومانع ضجيج بنفس العلبة. يشتغل المايك عن طريق منفذ USB، يعني ما راح تحتاج إلى ميكسر وأشياء إضافية. المايك يجي بوضع واحد وهو الكارديويد. شنو يعني الكارديويد وليش هو مناسب للتسجيل؟ الكارديويد يتحسس الصوت من الأمام ويعزل الأصوات الجانبية، فهذا الوضع يفيدك إذا كنت يوتيوبر أو صانع محتوى على أي منصة تهمك جودة الصوت. طبعا المايك بيه عيب وهو ما بيه برنامج أو سوفتوير تتحكم بيه بشكل خاص، بس أنت تقدر تستخدم برامج إضافية خارجية تتحكم عن طريقها بالصوت الخارج من الميكروفون. فمن خلال تجربتي للمايك لأكثر من شهر اتضحت عندي مجموعة أشياء. أولاً إنه المايك خرافي بتسجيل الصوت بالفيديوهات، وخصوصاً أنتوا تقدرون تلاحظون الفيديوهات اللي نشرتها سابقاً. الصراحة أنت ما تحتاج إلى عدة احترافية بأول بدايتك، أنت أهم شيء تصنع محتوى حلو ومناسب لجمهورك. فتقييم المايك هو فوق الممتاز بالنسبة لسعره بالمقارنة ويا المايكات البقية من نفس الفئة، وخصوصاً سعره هو 50,000 دينار عراقي أو 30 دولار. بالنهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تخلون لايك واشتراك وتكتبون لي آراءكم بالتعليقات الفيديوهات الجاية، ومع السلامة.